الظفار والذكريات. هنا السحار مع الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول. الله يا الأخضر، الله الله يا الأخضر، الله. دموع التماسيح فلا تصدقوها، دموع التماسيح فلا تصدقوها. انتعش المدرج الأخضر، اشتعل المدرج الأخضر. هنا تماسيح، هنا أحاديث وذكريات جميلة. هكذا لا يتناسى الجمهور، لا يتناسى أبدا بأن هناك بارقة أمل ستعود بالأخضر في وقت ما، في لحظة ما. من هنا كانت البداية، من هنا كانت الإطلاقة، وهنا أتت الانطلاقة والضربة قوية في مرمى ظفار في الكرة الماضية. هنا ضربة قوية من جانب الكروات في اللقطة الماضية، عبروا مروا وفي المرمى سجلوا. هنا هكذا يأتي الهدف الأول لسحار. ما أصعب تلك الكرة، ما أصعب المرور، إرسال عرضية لداخل منطقة الجزاء، خروج لوشاحي، ولكن الكرة تدخل في الشباك، الكرة تدخل في الشباك. يعود الزعيم هنا بأقل مجهود وتسجيل اللي هو الأهداف. هكذا يعود الزعيم، هكذا يعود الأحمر في الأوقات القليلة. حمدي المصلي، مصري قلب الدفاع، يعود بالأحمر في أقرب وقت، يعود بالأحمر في أقرب وقت. نعم هكذا يعود الزعيم في أقل وقت ممكن من أجل العودة إلى تعديل الكفة. هنا الكرة الماضية يسأل عنها لوشاحي، ولربما العين يا لوشاحي، لربما العين يا لوشاحي. لاحظ معي خروج غير موفق تماما من جانب بطل لوشاحي في الكرة الماضية. رغم ذلك تدخل الدفاع، ولكن كيف التدخل في ظل وجود رغبة الزعيم في العودة بنتيجة المباراة. هكذا العبور، هكذا المرور، هكذا عودة الزعيم باكرا إلى أجواء هذه المباراة. في روعة الكرة الماضية والتوغل، الوشاحي لم يكن محتاجا إلى الخروج، ولكن ظفار كان محتاجا إلى العودة، كان محتاجا إلى تعديل. طورة موجودة هنا لسحار، الهدف الأول، الهدف الثاني. هنا هكذا يعود بهم فدران، يعود بهم فدران. نعم سحار كما تقدموا في شوط المباراة الأول يعودون للتقدم مع بواكير شوط المباراة الثاني. هكذا هم التماسيح، هكذا هي التماسيح. دموعهم لا تصدقوها، دموع التماسيح فلا تصدقوها. فدران ينجح، فدران ينجح في العودة. لاحظ مع الكرة الماضية، التسلل لم يكن موجودا في الكرة الماضية، ولكن فدران من بينهم تسلل، من بينهم تسلل. العلوي ماذا كان يحدث، ماذا كان يحدث في الكرة الماضية؟ لاحظ معي فدران ليست بالصعوبة الكبيرة، ولكن إن لم تعبر إلى الشباك فقد كانت قد تذهب إلى ركلة جزاء. العلوي لم يتوقع أن تذهب الكرة بهكذا طريقة، ولكن كان يحبو إليها، كان يذهب إليها يطلب منها العودة، ولكن هيهات أن تعود، هيهات أن تعود. ذهبت لألا تعود لتفضل مستوياته بالتأكيد. الكرة والمحاولة من جانب سحار، الهدف الثالث. الله يا الأخضر، الله يا الأخضر. عاد بهم فتران، عاد بهم فتران. نعم هكذا تقدم للسحار. الله يا الأخضر، الله الله يا الأخضر، ما شاء الله. نعم ضربة من المناطق البعيدة، ضربة من المناطق البعيدة، يتقدمون. والمرور هنا يأتي، هل هي من أدمير أم هي من فتران؟ التماسيح تنجح في العبور، التماسيح تنجح في المرور. هنا اللمسة مع الثانية والثالثة، هوب في الجول، هوب في الجول. هنا الضربة من فدران تعبر إلى شباك الزعيم، تعبر إلى شباك
شباك الزعيم، ذهبت لئلا تعود، ذهبت وصحار في هذا اللقاء يسود. رفع المنديل مظفر جبار أم أنه لم يرفع بد من أحمد مانع، والهدف الثاني، الهدف الثاني يصيع على ظفار. أهو الهدف الثاني للزعيم، الهدف الثاني للزعيم، يعودون مرة أخرى، يعودون مرة أخرى بعد دربكة دفاعية، العودة مرة أخرى للزعيم. أنا ربي ما خلقني أرفع المنديل، أنا ربي ما خلقني أرفع المنديل. أحمد مانع أرسلها، الدربكة الدفاعية كانت موجودة، هنا ضربة، هناك ضربة، هناك محاولة، هذه الضابط لم يتوقعها ولكنها عادت لأحمد مانع، عادت لأحمد مانع مرة أخرى، ذهبت من أحمد مانع لتعود إلى أحمد مانع مرة أخرى. هنا وليد السعدي، من أكمل المشوار، من أكمل المشوار من خلال هذه المباراة؟ هل كانت العودة من موقف التسلل أم أن التسلل لم يكن موجودا في الكرة الماضية؟ هل هو الثالث لظفار؟ هل هو الثالث لظفار؟ أوهو الله يا زعيم، الله يا زعيم، أنا ربي ما خلقني أرفع المنديل، أنا ربي ما خلقني أرفع المنديل. عاد بهم الحضري، عاد بهم الحضري، عاد ظفار يا سادة يا كرام، عاد ظفار يا سادة يا كرام. الله يا الحضري، الله الله يا الحضري، توقعتها في الشباك وحلم بها عشاق ظفار، في الشباك تدغدغ وتلدغ الشباك لتعبر إلى تسجيل هدف التعديل. الله على الزعيم، تحدثت عنها.